كل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره، والستات ما بيعرفوش يكذبوا بدحرج التماسي. لكل اصدقائنا ومشاهدينا وحشتوني جدا الفتره اللي فاتت، وبالاخص منمون. الحمد لله على السلامه. يسلمك، نورتي الدنيا فيكي بجد بجد، وحشيني. كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه. وانتي طيبه حبيبتي، وحشتوني. وبس انا عارفه ان في مواضيع كثيره جدا اتعملت خلال الاسبوع اللي فات ده، والمواضيع كانت اجمل من بعضها. في الحمد حاجات لله كنت بتمنى وانا بتفرج عليكم كنت بتمنى ان يكون موجوده واشارك فيها معاكم، بس يعني لسه معانا فريله جد شغال عادي جدا. كانت بتمتحن الاس اي تي فكنت قاعده عاملين ايه في السات؟ هو بنمتحن، فكان عشان كده مرعوبه من السات وعايزه تعدي وعايزين يجيبوا درجات كويسه، والسنترز شغاله دروس. والمدرسين شغالين بسم الله ما شاء الله. انا بقول حاجه واللي بعمله حاجه ثانيه خالص غصب عني. ربنا يفتح عليه، يلا ربنا يكرمهم. كل سنه وانتي طيبه والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. موضوعنا النهارده موضوع شيق جدا الحقيقه. احنا عندنا موضوعين، اهم المواضيع دي السؤال اللي احنا حابين ان احنا نطرحه على حضراتكم، سؤال الانترو بتاعنا عن الخطوبه وفتره الخطوبه. فانا منى اسمحي لي اسال سيادتك، هل لو جه عريس لبنتك يعني ان شاء الله وجاهز مجاميعه وكل حاجه، تفضلي فتره الخطوبه تبقى وقت قد ايه؟ يعني مثلا 3 اشهر، 6 اشهر، سنه، سنتين؟ بتبقى على حسب يوم. يعني لو عارفين بعض من المدرسه ومن الجامعه وكده وخلاص، انت يعني الاهل ممكن يبقى عارفين بعض، في قرابه، في يعني مش جاي فجاه كده عريس يعني. بالظبط كده، معروف مين اهله وكده، خلاص ما بتاخدش وقت طويل يعني، خلاص يعني عارفين بعض وكده مفيش مشكله. في ناس بتفضل ان، وانا لو حد مش عارفاه خالص ممكن يبقى سنه وشويه، عشان ايه؟ الطباع ما بتبانش غير لما بنتعامل مع الاخرين. يعني انت مش بتتجوزي واحد لوحده، انت بتتجوزي عيله، انت بتتجوزي واحد بيتعامل مع اصحابه ازاي في الشغل، مع موظفين ازاي. يعني انت تفضلي موضوع ان فتره الخطوبه تبقى موجوده، بس مش عشان هي تعرفه هو لوحده، هو بيتعامل ازاي أسرته. مع اسرته، كويس مع امه، كويس مع اخته، كويس مع الناس اللي بيشتغل معاهم في الشغل. عند الغضب الناس بقى بتبان في الغضب. ساعة الغلط يعني ولا 6 سنين يطلع زلط يعني انت عشان تعرفي عند الغضب وكل كلام تاخدي 6 اشهر ولا 6 سنين؟ لا لا، سنين ايه؟ لا ليه؟ ليه انت تقدري تعرفي حد ابن ناس كويس ولا لا، بيتعامل ازاي؟ وحياتك عندي يا حبيبتي يا غاليه، في ناس ما بتبانش ولا بعد ست انا لو قعدت 6 سنين مخطوبه ممكن ما اعرفش الشخصيه غير لما ابقى عاشره. انا في وجهه نظري اقعدي يعني سنه تقفل عليهم باب واتجوزوا يعني، اقعدي سنه زي قعدت 6 اشهر مخطوبه ولا هتعرفي. ليه ما بتعملوش مع بشر يعني؟ ما بيخرجوش مع بعض في جروب، ما بيقعدوش مع بعض في شغل. احنا كوميونتي يا منى، فتره الخطوبه عندنا دايما بتخلينا لابسين وش مش وشنا، ولا عشان احنا بنجري ورا قلبنا قوي زي ما كنا بنقول في الاسبوع اللي فات، ان احنا بنفكر بقلبنا قوي ما بنشغلش العقل في الاختيار. انا ما عنديش ردود. كلنا اللي انا اقدر اقوله لك ان فتره الخطوبه طالت او قصرت ما بنعرفش بعد، ما بتعرفيش كويس. لان احنا الستات والرجاله، انا بقول احنا، يبقى انا قصدي على الاثنين، ما بنقولش الحقيقه يعني، مش بنبقى بنتجمل تقصد. دايما على طول بندور على حاجه بتظبطنا. لا بس الحدود يا مفيده يعني، العيشه الحقيقه بقى ويتقفل عليك باب من مواقفه. لا، قفله الباب دي ترك دي، وفي بيت واحد ونصحى الصبح نشوف بعض الصبح وهم من غير مكياج بالبيجامة زي ما بيقولوا والصبح وهو صاحي، والصبح وهي صاحيه، وهو جعان وهي متنرفزه، والحياه في المكنه بتاعت الحياه هي دي الشخصيات اللي بتبان. طب انت بقى تعملي ايه؟ انت عندك بنوته، هتعملي ايه بقى؟ تخلي الخطوبه قد ايه؟ بما ان الناس ما بتبانش سواء مده قصيره او طويله يبقى ما بتبانش، هتعملي ايه؟ انا هسيبها لربنا ونعمة بالله يعني. هيجي حد يتقدم تقول يا ابني انا مش هل تعتقدي قد ايه يا منى؟ وانا بكلم كل اصدقائنا كل امهات بيتفرجوا علينا النهارده، هل احنا نملك بجد بجد احنا نملك من القوه ان لو بنتي ولا ابني جاب واحده النهارده او واحد وقالت له انا بحب يا ماما، انا اقول لها انا مش موافقه يا حبيبتي؟ عايزه تفهميني يا ماما ان انت بتسلمي الامر كده ليه؟ ولا بتقعدي تقولي ان انا كونت صوره عن البنت دي واهلها، خلي بالك كذا كذا، خلي بالك دي الصفات دي مش هتكمل معاك كتير. المشكله في هذا الجيل ان هو شايف ان هو عارف احسن مننا، وهو فعلا عارف احسن مننا. لا مش في كل الحالات، لا والله صدقيني عارف احسن مننا. لا يا منى ازاي يعني؟ وبياخدوا قراراتهم بسرعه الدنيا. احنا كنا نشوف الحاجه قدامنا، ما هو مش شرط ان هم بياخدوا التجارب والبيبي الاول والتاني والناس تقول لك عيب. لما ياخدوا قراراتهم بسرعه ده صح؟ لا بس ايه فايده الخبره يعني؟ ايه فايده ان احنا
اتجوزنا واتطلقنا وعرفنا الحياة ماشية ازاي وخلفنا وربينا وكبرنا واشتغلنا ونجحنا وفشلنا في حاجة، دي خبرة. لازم يبقى عندهم من المساحة الإحساس بأن أنا ما بقولش إن أنا عارفة كل حاجة، لكن انا بقول ان ممكن ربنا يكون حطني في مواقف كتيره، ممكن ابقى في خبرتي زياده شويه عن بنتي، فلما اجي اكلمها اقول لا طب بس انا بصي هو بتاعك وقرارك، بس هو احتمال يكون بخيل. لا لا هما مش هيقتنعوا بكلامنا وهم دماغهم كبيره. طيب عشان كده نسبه الطلاق عندكم، عشان كده نسبه الطلاق، لا انا اعترض معاك يا منى، نسبه الطلاق عاليه جدا. ليه؟ لان هم ماشيين ما عرفوش بعد كويس زي ما احنا وماشيين بدماغهم يا منى، ومش بيسمعوا كلام الاب والام، ومعظم الوقت انا بحب ماما، انا مقتنعه، انا ده وجهه نظري، دي حياتي وانا حره فيها، وبعدين لما بيتلبوا خلص نيجي احنا بقى الام والاب، ولا يهمك يا حبيبتي، ونقعد في البيت ونربي العيال الصغيرين، ولازم بنتي تروح تشوف طريقها، واشيل انا بقى، اشيل انا النتيجه بتاعت التسرع والمشكله اللي هي عملتها، لان هي شايفه نفسها صح. عموما هم غلابه، الحياه منفتحه عليهم جدا جدا، فالله يكون في عونهم في الاختيار خطوبة. في ظل التكنولوجي الفظيع اللي احنا عايشينه. هم بس محتاجين ان هم يثقوا فينا شويه، احنا وامهاتكم وابهاتكم. خطوبه طويله، السؤال بيقول خطوبة طويلة أم قصيرة؟ أيهما أفضل وإيه المدة المناسبة للتعارف الجيد من وجهة نظرك؟ أنا بقول 15 يوم كفاية. 15 طيب احنا معانا أول تليفون أهو ست، نشوف رشا أو مدموزيل رشا. مساء الخير. مساء الخير. إزيك يا رشا؟ مساء الفل. تمام، إزيك؟ أنت يا رشا متجوزة ولا هتتكلمي لسه على الخطوبة ولا إيه الأخبار؟ لا أنا كان عندي تجربة. اتفضلي سامعينك. كان فاشله جدا، وانا برايي انه واحد ما يعرفش الشخص غير لما يقعد معاه في بيت واحد فعلا. اتخطبتوا قد ايه؟ ويعرف كل حاجه عنه. انت مش مصريه يا رشا صح؟ واضح. لا انا مش مصريه. طب انا بقالي عايشه في مصر 3 سنين. واتخطبتي لمده قد ايه يا رشا؟ احنا قعدنا نعرف بعض تقريبا 6 شهور، بعدين اتجوزنا. وللاسف كان كله تمثيل، وكان كله ايه اول يعني تعرفوا بعض. ايه اول كلاش يعني بعد الجواز عرفتي ان في تناقض ما بينه وما بين الحقيقه؟ يعني هو كان بيعمل ايه قبل الجواز، وبعد الجواز اكتشفتي ان ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ كان في اي موقف رشا؟ قبل الجواز كان كل حاجه اوكي، زي ما انت عايزه، واجيب لك واعمل لك واسوي لك، وهنروح ونيجي ونسافر، وانا هعيشك سعيده جدا، وعايز اطفال ومش عارفه ايه والكلام ده. بعدين بعد اسبوعين ثلاثه بقت كل حاجه تتغير. طب اللي اعرفها دي 6 شهور، عايزه اعرف هي دي في ظل الاهل يعني في مواقف بينته، ولا انتوا 6 شهور ايه مع بعض في الدراسه ولا في الشغل ولا ايه؟ ست شهور. انا اتعرفت عليه عن طريق ناس يعني في الشغل وكده، فهو اعجب بيا وقال لي انا عايزه اتجوزك وانا بحبك. والست شهور دول كانوا خطوبه؟ قصد منى يعني دخل البيت عندكم مع مامتك وكده؟ طبعا. وكان زي الفل، والدنيا اتغيرت بعد الجواز. كان كويس بعد جدا. كان كويس طب جدا. رشا تجربتك بقى دي، لو انا جيت قلت لك طب يا رشا ردي لي على السؤال، السؤال اللي احنا حاطينه النهارده، تقولي لي خطوبه طويله ام قصيره؟ انت كنت محتاجه فتره اطول للخطوبه ولا ايه؟ هو الصوت بيتاخر. كنت محتاجه فتره اطول عشان اجربه في مواقف، هو المواقف هي اللي بتكشف الشخص. طب والفتره دي قد ايه يا رشا من وجهه نظرك؟ الفتره دي قد ايه؟ اقل حاجه سنه ونص او سنتين، يعني اقل حاجه دي. انا طبعا بشكرك. كنت عايزه اساله سؤال برضه، شايفه ان مشكله التغير دي ان هو ما كانش صادق، ولا مش قادر يحقق لك اللي كان بيوعدك بيه؟ ايه السبب؟ يا بنتي بيمثل ما كانش صادق. طيب احنا في مجتمعنا مشكلتنا كبيرة جدا ان احنا بنمثل على بعض، ان احنا كل حاجة اوكي وكل حاجة ظريفة، وبعد الجواز لا يا حبيبتي انا مش، انا راجل شرقي، انا ست. صح يا نبيل ولا انا غلطانة؟ لو بيحبها يعملها كل يا نبيل. نبيلة. نبيل. 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 استاذ نبيل ازاي؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا فندم، معاك استاذه مفيده كمان. ايه استاذ نبيل اتفضل. منوره والله، البرنامج من غير مفيده ما ينفعش. طبعا لسه بقولها كده والله. انا عارف المقال المكتوب عنك في الاخبار. ربنا يخليك. مكتوب ايه؟ خير. لا كان يعني البرنامج جميل، وانت مش محتاجه دكتور ولا حاجه يعني.
ربنا يخليك. عايز اقول الموضوع لازم اهل العريس يسالوا عن العروسه، ها، واهل العروسه يسالوا على العريس. وبعدين نحن الدين كمان يا جماعه لازم يكون متدين او متدينه، يعني يعرفوا ربنا، مش مال او جمال. بيطبق الدين والنبي، ارجوك ارجوك، بيطبق الدين، يعني مش شكل الدين، يطبق الدين في تصرفاته مع الناس. ايوه يكون بيطبق، ايوه يعني ويكون مع اهله وبر بامه واهله. امال ليه الناس بتتطلق؟ انت كلامك رياضيه؟ لا استاذ نبيل، ان هو يكون عارف ربنا. طيب طبعا طبعا استاذ نبيل، انت كلامك كلامك جميل، بس انا انا عايز اساله لك. انت بتقول ان لازم الاهل يعرفوا العريس ويسالوا عليه وكل، ومع ذلك رغم كل ده وكل اللي بيحصل ده، الا ان احنا بنتفاجئ ببناتنا او ولادنا بيرجعوا يقولوا دي مش هي دي الشخصيه اللي انا حبيتها، مش هي ده الراجل، مش هي دي الست. لازم في الزواج انت قلت لسه دلوقتي بالبيجامه او قميص النوم، انت قلتي بس فعلا لما بالبيجامه غير طبعا المشكلة مش في البيجامة، المشكلة بس القمر، قمر لو صحي من النوم يبقى بشوش، يبقى الناس بشوش. العريس بتظهر أحلى ما عنده والعروسة بتظهر أحلى ما عنده. بالظبط كده، والحقيقة بتبان ورا الباب. بشكرك يا أستاذ نبيل، بشكرك يا أستاذ نبيل. الحقيقة بتبان ورا الباب. عايزين نقول حاجة من كومنتات على صفحتنا على الفيسبوك. الحقيقة نيرمو بتقول الخطوبة أقل وقت يبقى 6 شهور، لكن الوقت المناسب سنة ومش عارفة ليه وشهرين أو 4 شهور. وعامة ما حدش بيبان على طبيعته إلا لما يدخله في الجد، برضو نفس الفكر. يعني انا بقى يعني هجلي شويه وهاجي على عبد الله اسامه. عبد الله اسامه مش هتفرق فتره التعارف، اللي اعرفه في شهر هو اللي هعرفه في سنه، بس اهم حاجه الصراحه. وكلمه الصراحه دي هي اللي انا قصدتها في حته عدم التمثيل. طبعا واحد يكون على طبيعته. يعني انا عندي عيوب. احنا كلنا مش كاملين، كل واحد انت فيه عيوب. انت عندك عيوب وانا عندي عيوب، ايه عيوبنا بقى؟ هي دي مهمه. اميمه بالظبط، خدي اميمه يا منى. اميمه مساء الخير. اسكندريه. ازيك يا اميمه؟ الحمد لله. الجو عندكم ايه في اسكندريه؟ الجو جميل، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. قولي لنا، قولي لنا رايك في موضوع الخطوبه ده. والله انا ليا تجربه خاصه قوي، يعني انا اتخطبت 3 سنين، كان قبليهم 2 سنين حب وسنه جواز وانفصلت. ليه بقى؟ مش لوحدك ايه اللي اتفاجئتي بيه بعد الخطوبه؟ مش لوحدك يا اميمه. طب هنا اهو خطوبه طويله وكده، اتفاجئتي بايه؟ هو الحكايه كلها ان هو يعني كانه كان لابس ماسك الفتره اللي فاتت دي كلها. تقولي لي ازاي 5 سنين ومتفاجئتي؟ لا انا 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 مصدقاكي وعارفه. طب ايه الحاجه الكبيره قوي اللي ما بتبانش في ال3 سنين خطوبه دي وسنتين حب ادي 5 سنين؟ يعني الشخصيه. ايه ايه يعني حاجات كتير في الشخصيه. ايه عشان اللي بتسمعك تستفيد النهارده؟ لا يعني في الشخصيه، في السلوك، في العيله بتاعته، شايفه ان هي مختلفه تماما عن عيلتي. هتقولي لي برضه ازاي؟ اقول لك معرفش، يعني في حاجات. بصي هو انا هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه يا اميمه. هي المشكله في ايه؟ ان الرجل والست في فتره الخطوبه بيبقوا عايشين قصه فيلم تمثيلي رائع على خشبه المسرح. كل واحد يقول لك نو يس الحياه، طبعا انا بعدين ايه يعني كل حاجه اوكي وكل حاجه اوكي هي مفيده، وكل حاجه انا راضيه. معقوله هي تعرفوا 5 سنين؟ ايوه يا منى بتحصل يا منى. ايوه بيبقى ماسك يا مدام منى، بيبقى لابس ماسك. ومره واحده بعد الجواز، حاجه واحده بس، واحده بنت تسمعك تستفيد. يعني ابن امه، خلينا نعرف بس. ابن امه اول حاجه بتكتشفيها بعد الجواز. ابن امه ما كانش عنده، انا بس عايزه اتكلم بعد اذن حضرتك، بس هو مش كان عنده لا ام ولا اب، بس القصه كانت صعبه قوي. يعني لا عنده لا ام ولا اب، بس هو كان وحش جدا ومعاملته. بشكرك يا شيماء، ميرسي جدا يا حبيبتي. يا اميمه ناخد شيماء. ما هو انا بقول لك انت عمرك ما توصلي لحاجه. شيماء. الو. ايوه يا شيماء، مساء الخير. مساء الفل وجمال. استاذه مفيده واستاذه منى منورين الدنيا. اهلا بيك، انت المنوره. اهلا وسهلا منى. عايزه تفهم يا شيماء، اتفضلي. منى عايزه تمسك خط واحد على ان ليه الناس بتتغير بعد الجواز. انت أو تجربتك ايه؟ تجربتك ايه؟ اوكي، هو انا اعرف واحد بقالي 3 سنين، تمام، وعلى علاقه كويسه جدا ببعض، كنا زمايل دراسه، تقريبا احنا عارفين كل حاجه عن بعض من الالف الى الياء ومدرسين جدا مع بعض، وان ان شاء الله باذن الله هتبقى ست شهور الفتره اللي جايه. بس هو ما يمنعش ان انا اكتشفت فيه حاجات كتير جدا. طبعا مفيش انسان خالي من العيوب، بس العيوب دي انا اقدر ان انا اتواضع عنها او اقدر ان انا اغيره فيها. حته الناس بتيجي تقول ده بيلبس، بلاقي الماسك تاني بيظهر لي بطريقه تانيه، فده راجع لفتره العلاقه ما بينهم كانت قد ايه.
بالنسبه لفتره الخطوبه انا شايفه ان الصفر ما تطولش عن سنه، هي سنه كافيه جدا لان كل واحد بيعرف عيوبه. هي بطيخه. بشكرك يا شيماء على النصيحه الجميله دي، وهقول ان كل واحد فينا لازم، او كل بنت النهارده بتتعرف على رجل او هتتخطب او مخطوبه، بصي اعمق زي ما منى بتقول، قربي اكتر منه من خلال اسرته، من خلال اسرتك، عصبي بس واعرفي في العصبيه بيعمل ايه. اسمعي كلام مامتك، اسمعي كلام مامتك، من فضلكم الامهات مش اعدائكم، اسمعوا كلامهم، هم فاهمين اكتر، هم خبرتهم في الحياه اكتر. ده موضوعنا الاولاني. موضوعنا النهارده طبعا نتاسف لكل الكومنتات طبعًا. اللي على البيج بتاعتنا على الفيسبوك اسفين والله. بس الموضوع التاني اللي هنخش عليه سريعا واللي هنلتقي بيه بضيوفنا، ان احنا الفتره اللي فاتت دي كتير جدا من مدارس على ايامي انا كنت بحضر حصه للتربيه الرياضيه، وكنت بحضر حصه للموسيقى، وكنت بحضر حصه تدبير منزلي ايام ما كنت باخد مامتي ونروح كل شيء نشتري البتاعه الخيط والكرافا والكلام ده كله، كان عندنا الحصص دي وما كانتش عائق ابدا على الحصص الاخرى، حساب وعلوم ومواد كتيره وعربي وانجليزي وفرنساوي، وكنا بنشتغل ده وكنا بنشتغل ده. وكانت وقت ما بتبقى عندنا في هم بنبقى عندنا حصتين في الاسبوع، حصتين دول بيبقوا عملوا نوع من الريفرش، بنحس ان احنا يا عندنا بريك، عندنا حصه رسم هنعمل فيها اللي احنا عايزينه، هننزل حصه الرياضه. بتستحملي اليوم كله عشان في حاجه بتحبيها تعملي. المشكله دلوقتي يا منى اللي احنا اكتشفناها ان ولادنا كلهم مدارس خاصه او مدارس حكومه ما عندهمش الرفاهيه دي كانت رفاهيه. لا بس مش مدارس خاصه طبعا دي موضوع تاني لسه فيها، وفيها احلى مسارح واحلى ميوزك واحلى غنى واحلى لا مدارس خاصه بتبقى رياضه. المشكله في الحكومه الطلبه عندنا 18 مليون طالب، يعني حوالي خمس المواطنين المصريين بيعانوا فعلا. ما فيش كنا زمان بناخد زراعه نزرع حاجه في الجنينه صغيره زي ما بتقول، ومش بس كده، كان انا الفول على القطنه، كل حاجات الزراعه، التدبير المنزلي، يعني لو سالتي اي فنان موهبتك ابتدت من المدرسه، موهبتك الغنائيه يعني في مدرسه اكتشفت ان صوتك كويس. مدرستي المدرسه الموسيقى فاكراها ابلة كريمه لحد دلوقتي، ربنا يخليها وتبارك في عمرها، بكلمها لحد دلوقتي، علمتني وكنت باخد الاكورديون معايا البيت وبتعلم وبعزف وبقول لو ما كانتش ابلة كريمه دي موجوده وما كانتش الحصه دي موجوده كانت طلعت منى عبد الغني. انت حطيتي ايدك على حاجه مهمه، المدرس الواعي اللي بيكتشف الامور من بدري. المكان يا مفيده، ما انت كمان النهارده عندك كثافه الفصول في المدارس الحكوميه 70 طالب في الفصل، ما فيش خدوا الجنان والملاعب وعملوها فصول زياده. انا الكلام ده عارفه كويس جدا من وزاره التربيه والتعليم، انا عارفه ان عندهم مشاكل كتير، احنا ما مش هنقدر نقول، بس برضو مع احترامي لوزاره التربيه والتعليم، الطفله ليه كمان حقوق كبيره جدا، انت ما ينفعش تديله النهارده 9 او 10 حصص كل الحصص ورا بعض طخ 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 طخ، ومفيش حصه واحده هو ينفذ فيها على اللي هو بيحبه او على ان موهبه بتطلع. احنا عندنا مشكله فريق الكره بتاعنا ماشي شمال ليه؟ لان احنا ما عندناش مواهب بتطلع من مدارس، ما عندناش موسيقيين ومطربين كتير ليه؟ لان ما عندناش اكتشاف زي منى عبد الغني ما طلعت من مدرستها، ما عندناش فنانين بيعرفوا يرسموا ليه؟ لان ما عندناش حد بيدور على الولاد دول من هم في المدرسه، ما عندناش حاجات كتير جايه من المدرسه. احنا مش عايزين نستهيف ان احنا بنتكلم في الحصص النشاط، حصص النشاط اللي كنا احنا كلنا بنقول يا حصص نشاط، او يمكن ناس تقول لك ايه الرفاهيه اللي بتتكلموا فيه، احنا بنتكلم في تعليم وساعة. لا دي حاجات مهمة بالزبط. دي حاجات بتبني وجدان الطالب، بتبني فكره، بتبني شخصيته، حاجات بتأثر، بتطلع لنا مبدعين على مدى وبتخلي الطلاب كمان ينفسوا عن الغضب بتاعهم. النهاردة الطلاب بتوع الجامعة اللي بينط لك فوق السور واللي عايز يحرق جامعته وعايز ليه؟ لان هو ما عنده الطاقة بتاعته دي، عايز ينفسها بقى، ما بيحييش العالم بالظبط. انت لو خدت الطلاب دول اللي هم كانوا بينطوا فوق السور وعايزين يحرقوا جامعتهم وشفتهم كانوا بيعملوا ايه في المدرسة، هتلاقيهم نادرا ما كانوا بيقفوا يحيوا العالم بتاعهم، لان اصل الموضوع هو ولاء انت بتربيه من هو صغير ان هو يحترم العالم بتاعه، فيحترم بلده، فيحبها، فيحترم جامعته. هو دلوقتي لما طالع لا هو بيحترم ده ولا بيحترم ده،
يعني نتيجة طبيعية للي بيحصل. طبعا النهاردة احنا بنفتح الفايل ده لان في مبادرة من وزارة التربية والتعليم عاملينها بيقولوا اسمها 5 دقائق نشاط، يعني نشوف ال5 دقائق دول هيضيفوا للطالب ايه لفكره وجدانه وذهنه. هنشوف. انا يعني انت عايزاني اقول رايي على 5 دقائق نشاط ولا بلاش؟ عشان ما نناقشها بقى مع ضيوفنا احسن، عشان ما يسرحوش. ما نناقشها مع ضيوفنا عشان ضيوفنا ما يزعلوش مني. السؤال بس هتقولي السؤال وبعدين نقول. اتفضلي حبيبتي. سؤالنا النهارده، هل هناك وجود لحصص النشاط في المدارس المصرية؟ لا طبعا. طبعا هنشوف ومستنيين طبعا تليفونات حضراتكم وتعليقاتكم على الفيسبوك. وضيوفنا في حلقتي او فقره النشاط المدرسي خرج ولم يعد، وانا مع التسميه دي، استاذ هاني كمال متحدث باسم وزاره التعليم، ودكتوره سهير الدفراوي خبير التربوي. الفقره الثانيه حقيقه عندنا عالم مصري متميز جدا حائز على جائزه افضل بحث علمي في العالم، دكتور مصطفى يوسف، استاذ مساعد بالجامعه المصريه اللبنانيه. استاذ مصطفى يوسف عمل اختراع خلى الجي بي اس ما يبقاش مرتبط بان شغال الانترنت او لا، يعني ممكن يتتبع حد او حاجه من غير ما يبقى الجهاز مفتوح او شبكه الانترنت شغاله او على ساتلايت. ازاي عمل الاختراع ده او يعني فكر فيه ازاي وايه دوره مع الاجهزه الامنيه؟ هو ده اللي احنا هنحاول ان احنا نفهمه مع الدكتور مصطفى يوسف ان شاء الله في اللقاء التاني. بعد كده فقره الستات بقوا يعرفوا يطبخوا وبعوده مفيده، هتبقى فقره ان شاء الله متميزه. هيكون معانا شيف ايمن العطار، هيعمل بط بالنعناع حاجه جديده قوي، وكشك بالفراخ، وشايفين الصوره قد ايه جميله. حلو، بط بالنعناع حلو، فكره جديده. وشيف ايمن بيقدم حاجات جديده هتنورنا. شيف ايمن فقره الستات. تابعونا النهارده، عندنا اكتر من موضوع. هنطلع لفاصل ونلتقي بعد الفاصل مع خرج ولم يعد، واحنا قصدنا على النشاط المدرسي. لما بنقول خرج ولم يعد على حصص النشاط المدرسي احنا بنتكلم بجد. ممكن يكون في افكار كتيره جدا مع وزاره التربيه والتعليم، شايفه ان احنا نقدر نعمق الموضوع اكتر مع الطفل وان احنا نحاول نوفر له حاجات كتيره جدا، لكن انا ما زلت مصممه. حصه الرياضه، حصه الموسيقى، حصه التدبير المنزلي، حصه الزراعه، حصه الرسم، من الحصص المهمة جدا في حياة كل طفل. هتطلع منه الطاقة، هنكتشف منها الناس اللي عندهم موهبة في الموضوع ده، هنعمل منهم حاجات كتيرة جدا. لكن احنا نعيش في دور ان عشان خاطر المدرسة وعشان خاطر المواد والدراسة فما عندناش وقت ان احنا ندي للولاد الوقت ده بتاعهم، احنا بنفتري على الطلاب بتوعنا، احنا بنفتري على أولادنا. وكفاية يعني مش هنقول ان التعليم جيد جدا، لكن كمان هنقول ان التعليم بالطريقه دي وكمان ما نديلهمش الوقت الساعه او 45 دقيقه اللي هم بينافسوا فيها على نفسهم، موضوع مهم جدا حابين احنا النهارده نفتح فيه ونتكلم. ومعانا الدكتور سهير دفراوي خبير تربوي، ومعانا استاذ هاني كمال المتحدث باسم وزاره التعليم والاعلامي والزميل العزيز. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم منورين. اسمح لي ابدا مع الدكتوره سهير. ليه المفهوم بتاع النشاط المدرسي تقلص في موضوع الرسم والألعاب ويمكن ما بقاش موجود كمان؟ ليه بقى قاصر على هذا المفهوم في أذهان كل الناس وخصوصا الآباء والأمهات؟ يعني يتهيأ لي أن الدكتور هو اللي يتسأل من رأي حضرتك وهناخد رأيه. بالنسبة لي أنا موافقاكم 100% أن احنا لازم ندي وقت أكتر للنشاطات المدرسية. ليه؟ اقول لك ليه. انت قلتوا حاجات كتير، نسيتوا حاجه مهمه اللي هي ان مثلا الموسيقى بتزود الذكاء عند الطفل. طب دي في ابحاث، انا عندي كتاب بحاله على مفعول الموسيقى على المخ. انا احفادي اصبحت علاج دلوقتي فندم. احفادي بره لازم كل واحد منهم ياخد رياضه وياخد موسيقى. لازم والاكتيفيتيز دي، يعني النشاطات دي مش بس انها تمشي ان ياخدها لفتره لسنه او حاجه كده. لا حاجه مكمله معايا. لا لان بياخدوها كمان، مش انها يعني انا اتكلمت زي ما حضرتكم اتكلمتوا على اهميتها التنفيس بالنسبه للاطفال. لا دي بتزود الذكاء. وبعدين حاجه مثلا زي الموسيقى، الموسيقى لما تفضلي تواظبي عليها تثبري في اللعب، انت بتعلمي الطفل ان هو يبقى نفسه طويل في الحياه.
مش بس في انه لعب الموسيقى. وده اللي استعمله بروفيسور ابرو مع نظام السيستما في فنزويلا، اللي هو طلع الاطفال من حاله عشوائيه استعمل الموسيقى. وكنا كده اصبح حتى كدا. ده المينيمم ده مش موجود، اللي هو الرسم والموسيقى يعني والالعاب البسيطه دي مش موجوده. ما دلوقتي يعني الحقيقه انا اعذر الوزاره لان ما عندناش وقت، ما فيش وقت. بتحاولي في مدارس كتير بتعملي فترتين، وانا مش هتكلم في انا ودي وقتك تمام يا دكتور. بقول لا ليه احنا لسه بنقول بس المفهوم يعني ليه تغير عند الناس. استاذ هاني دكتور سهير، دكتوره سهير بتتكلم في ان اهميه الحصص والنشاط المدرسي دي حاجه مهمه جدا. انا وانت طلعنا من مدارس اخذنا نشاط مدرسي، الكلام ده مش غريب عليك ولا عليا. ليه ولادنا ما بيستمتعوش بالكلام ده؟ وهل ان انا لما اركب شماعه اصل ما عندناش وقت بقت هي دي الشماعه اللي هنمشي احنا نفسنا نكررها؟ لا هو مش ده السبب الحقيقه. يعني مساله الانشطه التربويه داخل المؤسسات التعليميه ليها يعني ليها حاجات كتيره عشان بس ايه النهارده نطلع باستفاده عشان نمسك احنا النهارده عايزين مع بعض نقفش المساله. خلينا نقول الحال اللي واصلين له احنا دلوقتي بالزبط. ايه وهيتصلح فيه بالظبط. يعني انا طول عمري في التربيه والتعليم بشتغل، كنت مدرس لغه انجليزيه ولاني خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، فكنت انتدب جزء من الوقت الى ان اصبح كل الوقت في بعض الاحيان وتقلدت وظائف منها موجه عام التربيه المسرحيه في محافظه القاهره. فبقيت بالضروره والمسرح بيتعامل مع كل الانشطه الرياضيه والموسيقيه والفنيه. صحيح. طبعا العمل المسرحي المسرح ابو الفنون طب. فكنت على طول على صله مباشره بالتربيه الفنيه والتربيه الرياضيه. شوفي حضرتك، اولا دعونا نتفق ان مساله التعميم دي مساله مش هتوصلنا للحقيقه. يعني احنا صعب قوي يا استاذه منى نقول ما عادش عندنا انشطه. لا هو احنا عندنا بالفعل انشطه في المدارس، لكن المنظومه بتاعه الانشطه مرت بمشاكل على مدار ال 15 سنه اللي فاتت، منها ما هو يعني كائن في تهميش الأنشطة لغياب الوعي لدى قيادات المدارس. يعني أصبح النشاط في مفهوم مدير المدرسة ومدرس الفصل. أنا مش بتكلم دلوقتي، أنا بتكلم على ما نحن دلوقتي. لا دلوقتي الموضوع مختلف وأقول لك إزاي. عشان برضو ما يبقاش دفاع عن دلوقتي عندنا مشاكل وعندنا ناس ما زالت برضو جزء من اللي أنا بشتكي منهم دلوقتي. طيب. لكن أنا بتكلم على الفترة اللي مرت فيها الأنشطة التربية بأزمة حقيقية، وهي تهميش دور الأنشطة، وأصبح في مفهوم بعض للأسف مش قيادات التربية والتعليم بس، مدير المدارس والمدرسين وكمان أولياء الأمور، هو ده مسألة تحصيل وقت ابني مسألة وقت. التكالب على تحصيل أعلى درجة. عمرنا ما كنا نسمع يا أستاذة مفيدة ان طالب بيجيب 102%. هاو كام يعني؟ يعني ايه 102%؟ يعني ده اخترق السقف. يعني اخترق العاده. يعني فالتكالب على الحصول على مجموع كبير عمل الاتي: زود من مشكله الدروس الخصوصيه، قتل الانشطه. ده من مفهوم اولياء الامور اللي هو لو الطالب شارك في النشاط يبقى بيضيع وقته ويبقى الواد هيفشل. ده جزء. صحيح. الجزء الثاني اللي عندنا احنا اللي هو العيب اللي عندنا احنا في التربيه والتعليم، وانا معاكم بتكلم بصراحه مش يعني من المره اللي فاتت احنا متفقين على الصراحه طبعا. الجزء اللي خاص بينا احنا في التربيه والتعليم، احنا عندنا قيادات وما كانوش عدد قليل كانوا يعني تهميشا للانشطه بيعتبروها مضيعه للوقت. بمعنى بالزبط. كنت انا مثلا ببقى في المسرح وعندي بروفا والولاد جايين عشان نعمل بروفا وكده، فكان الطالب بنبعت كشف باسمه ومشرف النشاط بيجيبه رسمي عشان ما حدش يزوغ من الحصص، يبقى معروف مين خارج من اي فصل رايح فين. فكان بيقابل في السكة على ما يجي لي بعض المدرسين ومنهم يعني مسؤولين يقول له انت راح في المسرح؟ طب هل المسرح ينفع؟ قابلني لو نجحت وفلحت. قابلني لو نجحت. طب روح يا فاشل. طب راح عشان تتنطط دلوقتي كده يعني. دلوقتي بقى انت عارف، انتوا كوزاره عارفين ان ده بقى لنا فتره طويله بنعاني من الموضوع ده. هل الوزاره تدخلت في ان هي تغير مفهوم المديرين والمسؤولين والقائمين على المدارس انهم يرجعوا تاني احساس الطالب ان مهم ان يبقى عندك حصه موسيقى، مهم ان يبقى عندك حصه رياضه، رجع تاني ولا عندكم مشاكل؟ لا عندنا لأن مشاكل، لان احنا مش حاسين ان الكلام ده موجود في المدارس. لا هقول لحضرتك والله بكل شفافيه، والله عندنا مشاكل
جاية من ما ما ورثناه. يعني احنا جينا لقينا ايه مثلا يا استاذ مبيل عشان نقرب من بعض اكتر. احنا بنتكلم عن النشاط، احنا عندنا مثلا النشاط الرياضي ده يستلزم وجود اخصائي التربيه الرياضيه والادوات الرياضيه، صح ولا لا؟ صح طبعا. ويبقى عندي ملعب عندي ملعب وعندي صاله جيمنازيوم وعندي حاجه اللي هي مش مهم الجيمنازيوم، احنا كنا مدرستنا فيها عمودين بتاع كل سله وبلاتفورم كده، الحد الادنى بما يوفر النشاط. طب التربيه الموسيقيه، يبقى انا عايز مدرس تربيه موسيقيه وعايز الالات، ولا احنا صح ولا صح. احنا هيتعلموا يجيبوا على ايه؟ منزلي يا دوبك بوتاجاز. اسمحي لي اقول لحضرتك ان احنا يعني ما وجدنا، بس هي بتتحل تباعا واحنا جاري حلها، بدءا من ما تفضل به سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو توفير 30,000 فرصه عمل معظمهم من اخصائي الانشطه لسد العجز الصارخ. اسمحي لي اقول لك على رقم العجز اللي احنا بنعاني منه في الانشطه. 95%. ما عندكوش انشطه؟ 95%. مميزات ايه بقى؟ معلش يا جماعه حضرتك، احنا اسفين بس في النقطه دي، مميزات متخصص الانشطه ده ايه؟ اولا ده يبقى خريج الكليه اللي بتؤهله للتدريس الماده، يعني مثلا تربيه رياضيه، يبقى ايه عشان يتعين مدرس اخصائي تربيه رياضيه. طبعا. فنون جميله او تربيه فنيه او فنون تطبيقيه او تربيه نوعيه، يجي عشان خاطر يدرس تربيه فنيه او تربيه مسرحيه او تربيه موسيقيه، اكاديميه الفنون وكليه الاداب قسم المسرح. يعني كل ياتي من مكانه المتخصص حتى يدرس ما تخصص فيه. احنا دلوقتي ده بنعمله. والحقيقه في محافظات فيها انشطه، يعني انا لما كنت في القاهره ومسؤول عن المسرح في القاهره، لا الحقيقه كان في انشطه موسيقيه بتطلع من محافظات اكتر، يعني عندهم يهتموا اكتر. يعني في محافظه تلاقيها تنعدم فيها الانشطه، وفي محافظه تلاقي الانشطه فيها متوفره بشكل كويس جدا جدا. عشان كده بقول قضيه التعميم مش هتدينا صوره واضحه. بس بص استاذ هاني، انا مع حضرتك، بس انا احنا لو هنتكلم عموما احنا عندنا نقص عموما عموما. يعني انا لو انا استثنيت مدرسه في محافظه، مدرستين هنا، احنا مش هنجمع، هنسميها حالات فرديه. حالات فرديه. لكن الكيس الكبير هو ان احنا قضينا قضاء كامل على حاجه اسمها حصه نشاط باي نوع بقى، ان كانت موسيقى، ان كانت رياضه، ان كانت اي حاجه، تدبير منزلي، سواء بقى الوزاره دلوقتي عارفه المشكله دي او مش عارفه المشكله دي. عايشاها. اسمح لي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل اسال الدكتور كمان على خطوره عدم وجود حاجات زي كده او حصص زي كده في المدرسه على الطلاب ونفسيتهم، والجيل اللي طالع جديد شايفينه صح. عامل ازاي صحيح. اعتقد ان ده مردوده من قله الحصص دي. بس بعد الفاصل. تانية مع حضراتكم، وكان قبل الفاصل بنتكلم على أهمية حصص النشاط المدرسي، وهل ممكن جيل بحاله يتأثر من عدم وجود حصص النشاط المدرسي؟ ده كان سؤالي للدكتورة سهير. هل ممكن الجيل الموجود حاليا يكون اتأثر لأنه ما كانش عندهم في مدارسهم حصص رياضة ولا رسم؟ مفيش شك أن اللي يقضي وقته طول الوقت في المذاكرة وما يعملش حاجات تانية دي بتأثر عليه. يعني إن الطفل اللي بيرسم، اللي عنده نشاطات مختلفة، نظرته للعالم، نظرته للمشاكل اللي يقابلها بتبقى مختلفة صحيح. عن طالب قاعد على الانترنت وما بيعملش حاجة. وأنا بقول لهم، يعني أنا عندي مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، بقول لهم أنا بفضل إن أنا أعين طالب عنده هوايات عن واحد متقدم جدا، ومانيش انا الوحيده. يعني انا الادفايزر بتاعي لما كنت بدرس للدكتوراه في امريكا كان يقول لي انا مانيش عايز الاي سيكرز اللي هم بيدوروا على انه ياخدوا اعلى درجات، يقول لي لا انا مش عايز ده، بيبقى مخه مقفول، انا عايز الطالب اللي يجي يدرس وياي يكون عنده اهتمامات كتيرة، لأن اهتماماته دي بتخليه يعرف يبص للمشاكل بطرق مختلفة. المؤسسة دي دكتور في الصيف يعني ولا جنب الدراسة ممكن؟ يعني ممكن، هو مفروض أنها تبقى جنب. وبعدين أنا شايفة أن احنا أنتوا دوركم كإعلاميين أنكم تحطوا
تسلطوا الضوء على المشكلة دي. ولأن زي ما قال الدكتور إن الأهل نفسهم مش عارفين. طب دلوقتي الأهل لما زي ما أستاذ هاني كان بيتكلم بيقول إن في عيب وأنا أعترف بيه إن في أولياء أمور بيكونوا قرروا إن دي مضيعة للوقت. حضرتك بخبرتك التربوية الأب والأم دول نفهمهم إزاي إن الموضوع ده بالعكس ده هيفيد أكتر ما هيضر الطفل؟ أنا هحكي لك قصة شخصية بتاعتنا. أنا لما جيت من رجعت من برا حوالي 13 سنة عملت برنامج اسمه أنا ونحن. ده بيربي أخلاقيات وبيربي مهارات حياتية. لأن لقيت أن أولادنا بيذاكروا وهي بس المذاكرة هي الشطارة والأهل يبقوا فرحانين قوي أن جاب 102% والكلام ده. فقلت وتلاقيهم في حاجات ما يعرفوش حاجات أساسية أعرف أن أولاد برا بيقدروا يعرفوها يعرفوا يتعاملوا وياها. ولادنا زي ما كنتوا بتتكلموا قبل كده في البرنامج قبل كده ان يضحك عليهم يضحك عليهم واحد يمثل وتقع زي الرطل متعودش يفكر يستخدم فكره يعتمد على الملاحظات. نفسه الملاحظات الحاجات دي بتيجي من المهارات الحياتية المختلفة اللي احنا بنربيها في العيال. احنا اول ما ابتدينا البرنامج ده في مركز شباب في الجيزة والله العيال كانوا بيجوا يبصوا والاهل يقولوا ايه ده مهارات حياتية ما احنا عارفين. شوية 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 دلوقتي بيتهافتوا على انهم يتعلموا المهارات الحياتية اللي احنا ولادنا مش وانا ما بتكلمش دلوقتي على النشاطات. لا بس انت قلتي النشاط دي مخرج دي مهاره دي بالحياه مهارة انك تعرف تتعامل انك تعرف مش تفاصل لكن تعرف تاخد حقك تعرف تشتري حاجه كويسه وتعرف تتكلم تعرف كل الحاجات دي تعرف ما بنتعلمهاش في المدرسه مش هتتعلميها في الكيمياء والجغرافيا دي الحاجات دي مفروض ان احنا بالتمرين بنعلمها لاولادنا. استاذ هاني طبعا دكتور سهير عملت برنامج توعوي وده دور جميل مجتمعي جميل. هنا بقى حاجه باسم وزاره التربيه والتعليم بتقول ان في يعني ان شاء الله حاجات قريبه هنشوفها وهنلمسها برامج رغم ان مفيش موارد ورغم ان المدارس مساحتها هتعملوا ايه؟ لا اول حاجه احنا دلوقتي طبعا احنا ماشيين في كذا خط يعني في خطوط متوازيه كتير جدا منها ان احنا في مدارس للاسف يعني جاروا على المساحات المخصصه للعب الانشطه طبعا مش كله. وانا لما قلت 95% كنت بتكلم على التربيه المسرحيه لان طبعا مش من المنطق ان يكون 95% عجز في كل الانشطه. يعني هنلاقي التربيه الرياضيه العجز فيها يختلف عن العجز في التربيه المسرحيه يختلف عن العجز في التربيه الموسيقيه وهكذا. اعلى نسبه عجز في التربيه المسرحيه مثلا يعني ما عندناش فرق في المدارس للكوره ولا دوري مدارس ما عندناش. احنا دلوقتي احنا عملنا الجامعات احنا عملنا الاتي احنا عاملين بروتوكول مجموعة بروتوكولات مع وزارات ذات صلة والحقيقة ده يتفق مع رغبة الرئيس. كان عندنا مشكلة وبنعترف بيها ولازم نعترف بيها اذا كنا عايزين نحل ان كان كل وزارة بتعمل بمعزل عن الوزارة الاخرى وكل واحد خايف على يعني على مكانه وبيجمل الصورة. يعني سيادة الرئيسة اللي اشتغلوا مع بعض الموضوع اشتغلوا مع بعض ده احنا اشتغلنا مع وزارات ما تقلش عن 10 واحنا كنا محتاجين سيادة الرئيسة عشان يقولنا نشتغل مع بعض. ساعات بنحتاج هو ليه دايما اقول لك ليه هو ده بقى مشكلتنا في التعليم. اقول لك ليه عارف ليه كل واحد في الحياه كلها رئيس اسوسيت الرئيس قال نشتغل مع بعض هو احنا محتاجين حد يقول لنا لازم نشتغل مع بعض. اقول لك ليه ده مش في التعليم اسمحي لي احنا بنفتقد للعمل المؤسسي صحيح يا جماعه احنا بالفعل بنقعد سنوات طويله جدا بنستنى مخلص المخلص ده يعني الامور تنجح بنجاحه ويمشي يبتدي من جديد تاني. زي ما تفضلت الدكتوره وقالت نحن نحتاج الى ان تتسرب الينا ثقافه العمل المؤسسي. فلان يجي يمشي المساله ما تفرقش بوجوده او بعدم وجوده ترتبط بالتوجه
المؤسس. هيبتدي مين بقى غير من المدارس ومن العمل الجماعي بدأنا ومن نعمل. الحصص بتاعت ان احنا نلعب لعبة واحدة، نعمل فريق موسيقى نخش بيه بطولات جماعي، نلعب نخش بطولة رسم جماعية. الرياضة عايزة الثقافة وعايزة الموارد وعايزة كل ده، لازم يبقى فيه قولي فرحني تعاون. والله هفرحك فرحني وبعدين عايزين تليفونات احكي لنا ازاي تعاون بين الوزارات وبعض. هفرحكوا بجد، ومش كلام على الورق، لا ده كلام اتنفذ ويعني وما زال يعني هو بدأ. هياخد وقت بس. لا هو بدأ، هو بدأ. يعني هقول لحضرتك مثلا على حاجة، احنا مثلا مع وزارة الشباب والرياضة احنا كان عندنا مشكلة في بناء المدارس، احنا محتاجين تخصيص طبعاً. اراضي طبعاً. احنا عندنا كثافات الفصول فظيعة، مثلا في محافظة زي الجيزة وصلت لسبعين طالب في الوقت. ايه التفاؤل يا أستاذ؟ ده كده متفائلة. ايه التفاؤل ده حسب اللي قريناه. تسمحي لي اخد حضرتك. احنا عندنا في محافظة الجيزة تصل كثافات بعض الفصول ل 130 طالب. طب اسمحك ممكن نقف لغاية ناخد تليفونات عشان احنا معانا في اللحظة دي معلش ممكن تفضي كرات المجاهد فانا ايه معلش 130 رد على بصراحة يبقى هجوم ايه بقى بصراحة كتير من الواضح انه عندهم كان ممكن يكون بره الموضوع كمان. ناخد كوثر او التليفون. اهلا وسهلا بيك يا كوثر، انا اسفه ان انا خليت لك فتره طويله. الو اهلا يا كوثر، خدي منى. والله انا مدرسه ميوزك في احدى المدارس الخاصه في المعادي، بدرس للمرحله الكيجي. ماشي. قد ايه الطفل بيبقى معايا فرحان وسعيد جدا جدا، وببقى مبسوطه قوي قوي بضحكهم وانبساطهم وبديهم كم صغير خالص بينهم صغنونه خالص، اقعد معاهم شهر اغنيها معاهم. ما بضغطش عليهم، بس قد ايه الحصه بتاعتي فاكهه بالنسبه للاطفال الحلوين الصغيرين اللي في الكيجي. ودي اهم مرحله بتبني الطفل. بقى يا مدام انا بيصعب عليا ايه؟ المدارس الاسلاميه وليكن مدرسه امجاد في المعادي. مدرسه امجاد في المعادي مثلا يعني منع الموسيقى، منع التربيه الموسيقيه من المدرسه، وبل بالعكس يجي الطفل الكيجي بتحمله بتضغط عليه تحفيظ قران صور كبيره جدا فوق مستوى مخه. صحيح. الطفل هيفصل. قولي لي اي مخ طفل صغنن عارفه يا عارفه 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 يا استاذه ليلى ليلى كبير ليلى او انا يبقى ايوه يا فندم عارفه انا ايه المشكله اللي في الموضوع ده بالذات؟ الغلط يجي على الاب والام. انت الاب والام لما تبقى شايف اول ايه ولادك عايشين كده وبيعملوا كده في المدرسه لازم تقول لهم الموضوع مش كده قوي. قلنا ان في مشكله عند الاباء نفسهم انه فاهمين ده تضييع وقت. الاباء ما عندهمش يعني مش فاهمين. الاباء فاهمين ده نشاط يعني تضييع وقت، فاكر ان دي عباده، فاكر ان هو كده بيزيد ابنه، بل بالعكس ده هو بيأذيه. ده ممكن يصاب بالتوحد، المخ ممكن يفصل عن الدنيا خالص من كتر ما هم بيضغطوا عليه بالحفظ حفظ حفظ. طب مدام ليلى استاذ هاني عايز يرد عليك. طبعا انا بتفق مع حضرتك، لان في هناك بعض المدارس اللي يعني ما كان يقال عنها انها مدارس كذبه. مدرسه امجاد اللي في المعادي. انا مش بتكلم على مدرسه بعينها يا فندم، دعيني مش عايزين نقول اسامي، دعيني اطلق كتير زياده عن الفكر ده موجود. اشكرك يا مدام ليلى. دعيني اتحدث عن من يعني من ينتصرون لهذا الفكر. ما مش بتكلم عن المدرسه بعينها، بتكلم على مجموعه مدارس من تتعامل على ان التمثيل حرام وان الموسيقى حرام وان برضه انا بطمن حضرتك المدارس ديت في منها ما تم وضعه تحت السيطره. لما يبقى عندنا 50,000 مدرسه على مستوى الجمهوريه، وتكلميني مثلا في 20 مدرسه من ال 50,000 دي لا تمثل ما يخفنا، مش نسبة مخيفة، ومع ذلك برضو بتوضع تحت السيطرة. طيب هناخد تليفون تاني بعد اذنكم. كوثر مساء الخير. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. انا الحقيقة انا ليا خبرة، لان انا كنت موجه عام انشطة في وزارة التربية والتعليم سابقا. والله اهلا وسهلا. تحياتي لمدام منى لانها زميلة، لان انا خريجة مسؤولية تربية موسيقية الزمالك، كنت بطلع تربية عملية على وهي كانت لسه طبعا في معهد بالإسعاف. ازاي؟ اهلا وسهلا. وسهلا بحضرتك. تحياتي للأستاذ هاني كمال، لأن هو كان زميل عندي، زميلة عزيزة عليا، مسز باتينا علي السيد. اهلا وسهلا. هاي مستر هاني كمال. اهلا اهلا. تحياتي اليوم أنا موجهة عام في كنت في الوزارة. ألو. ايوه سامعين حضرتك يا فندم. دلوقتي النشاط جزء مهم في تكوين شخصيه الطالب. واحنا بننادي بهذا، وبعدين احنا ايامنا واحنا صغيرين كنا بناخد حصه الموسيقى وحصه التربيه الرياضيه. طبعا ايامنا احنا
كنت بروح الاقي اوضه الموسيقى تحت السلم ومفيش حد حتى مهتم ولا حتى كنا بنقرا نوتة، كنا بناخد دقيقتين بالنوتة طبعا بنمارس تربية رياضية. الأنشطة جزء مهم في تكوين شخصية الإنسان، دي حقيقة صحيح. كاني كمال المفروض الوزارة تحط خط أنشطة وخط الدروس اللي العلم ياخدوها. صح، احنا نشكر حضرتك، نشكر حضرتك استاذه كوثر، شكرا. ناخد مدام ناهد. اهلا وسهلا مدام ناهد، اتفضلي. الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك حبيبتي، منوره يا حبيبه قلبي. ميرسي يا ناهد. طبعا الاستاذه منى احنا ما بنشبعش منها كل يوم. الله يخليكي ويكرمك، بس بمفيده الموضوع يعني واقفين قوي مع بعض على الله يخليكي ويكرمك. بصوا الحل في نقاط هتسيبوني اقولها لكم. اتفضلي. سريعه جدا، بصوا الانشطه فعلا بتنمي شخصية الأولاد. أنا شخصيا عملت كده مع أولادي، وأولادي الحمد لله كانوا في مدرسة خاصة مش عارفة بيهتموا قوي بالأنشطة، فهماني؟ المشكلة هتقدروا الإعلام هيقدر يتغلب عليها بإقناع الأهل إن الأنشطة بتنمي المهارات طبعا. والشخصية طبعا. والمهارات الحياتية زي ما الدكتورة سوير قالت، هنقول إقناع الأهل عن طريقه. نمرة اتنين، المشكلة جات من فصل العلم عن الحياة. لا أنا عايزة كل واحد بيدرس كيمستري أو أدب عنده قصة مسرحية تتمثل عن طريق النشاط المسرحي، والعلوم الثانية برضو نخلي الأولاد يعملوها برضو بنفسهم، يبقى عدم فصل العلم عن الحياة. بالضبط. يعني عمل أنشطة للمعرفة، معرفة قدرات الأولاد. أنا عايزة ريبورت من كل المسؤول عن الأنشطة في المدرسة يجي للأهل شهرياً، ويتقدم برضو طبعا للمدرسة عن قدرات كل واحد ومهاراته. يعني ده كويس قوي في المهارات الهندسية، حلو قوي في النشاط الرياضي، ده في المسرحي، تتقدم كل شهر وتبقى موجودة في المدرسة. كل مبدع وفنان ناجح أو كاتب أو روائي أو ممثل طلع حد اكتشفه عنده، كان مدرس واعي اكتشف مواهبه وبننمي مهاراته. طيب نمرة أربعة، عمل تقرير قلناه تنمية مهارات الأولاد، يعني اللي مهاراته قليلة، وهو ده اللي بيعملوه في أمريكا. المهارات قليلة بينموها له، بيقولوا كده تعالى حبيبي نقعد بره الكلاس خالص، تعالى انت ليه ضعيف في القراية، انت ضعيف ليه هنا في المادة دي، وبينموها له. بشكرك يا ناهد، ميرسي جدا يا حبيبتي، بشكرك طبعا على عندها نقط كتير بس انا جميله ان بشكرك ان انت مركزه معانا محضره قوي. انا عندي حاجتين ان احنا ما بنتكلمش فيهم، هي ابتدت في الموضوع ده اللي هو الاعلام. الاعلام له دور مهم جدا، لان احنا بنلاقي صعوبه في اقناع الاهل. لازم انتوا لما نتكلم في الموضوع ده هيقتنعوا مش طيب. بس يعني انا شايفه الاعلام والتوك شو كله سياسه كله سياسه. احنا نوعدك دي حاجة. طب هنقف عند الحاجه الاولانيه، ونوعدك ان الاعلام هيظبط نفسه، وهنقعد نزلنا في موضوع النشاط، بس نطلع الفصل ونرجع نتكلم في الحاجه الثانيه بعد الفصل. مرة تانية مع حضراتكم، وأهمية حصص النشاط المدرسي، وكان دكتورة عندها أكتر من نقطة، وأنا استوقفت حضرتك في أول حلقة. قلتي دور الإعلام، دور الإعلام نمرة واحد، إن لازم الإعلام يركز على أهمية النشاط مع أطفال المدارس. دي لأن تمهدوا السكة ان الاهل يفهموا اهميه، ما يخلوش ولادهم يطلعوا من الفصل ده ويقول لك بس انا اللي يهمني الدرجات. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه الجمعيات الاهليه، احنا ليه في العالم كله، افريقيا الوسط بتاع افريقيا متقدم جدا بناء على الجمعيات الاهليه. في جمعيات مش ما بتعملش شغل كويس، نتعامل وياها من ناحية الأب والأم، هم اللي يشتغلوا معاهم ولا يعني عندك مثلاً في جمعية اسمها إنجاز. أنا ما بعملش دعايات، بس أنا عارفة إنها بتروح في مدارس كتير وبتشرح للأولاد، بتشرح لهم المواد الاقتصادية أهمية، لأن أي شعب عشان يتقدم لازم يبقى فيه اهتمام بالادخار. إحنا في الثقافة بتاعتنا ما بنشجعش الادخار،
اصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب. في حاجات كتير جدا في ثقافتنا لازم ناخد بالنا منها. فجمعيات لو في جمعيات بتتخصص في كده تساعد الوزارة، وده اللي احنا بنعمله ان احنا بن 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 بنساعد. بنساعد الوزارة ان احنا درسنا 14,000 ما بين 14 و16,000 طالب في 12 محافظة بنعلمهم المهارات الحياتية، ومش احنا الوحيدين زي ما قلت لك انجاز وفي جمعيات تانية ممكن انها تعمل مساندة للنشاطات المختلفة اللي بتعملها اللي محتاجينها الشعب ان جنرال، لان مش ممكن الوزارة تقدر تعمل كل حاجة. طيب قبل ما اسال استاذ هاني في تعليق عندك ممكن والجمعيات تساعد صحيح تمام يا دكتور سمير. هو تعليق جاي لاستاذ هاني لان انت عندك سؤال لاستاذ هاني. فاستاذ هاني مدام امال جودت بتقول انتوا بتتكلموا حصص نشاط ايه اللي انتوا بتتكلموا في اصلا ما فيش فسحه في يعني مدارس البريك ده ولا الفسحه دي حرمت الاطفال بتوعها من الفسحه؟ لا عندك كلام دي مشاهد عادي جدا على الفيسبوك. يعني طبعا شوفي حضرتك أنا لا يمكن أنكر كلامها بس لا يمكن أسحبه على إنه معمم، ممكن تبقى حالة وهي شافتها بعينيها تقولنا عليها عشان نتعامل معها. خلينا بقى في الشكل عندنا بريك طبعا. مدام أمال ابعتلنا اسم المدرسة اللي بتتكلمي عنها وإيه هي المدرسة اللي ما بتديش للولاد فسحة. خلينا نبقى هو استاذاني معانا نستغله شويه. هاو كام ازاي عايزين يعني نكمل بقى مع حضرتك ايه التطوير اللي انت إيه بتعملوه على مستوى الجمهوريه من النشاطات المدرسيه؟ حاجات مهمه جدا وكلها رسائل ايجابيه وكويس ان احنا برضو بتسرب لنا يعني ثقافة العمل الجماعي. يعني مسألة التيم وورك دي مسألة مهمة طبعا. جدا احنا مثلا عندنا مشكلة عايزين جودة التعليم تزيد. طب ازاي اتكلم في جودة التعليم وانا عندي كثافة الفصول 120-130 زي ما ذكرت في بعض الاماكن؟ اذا انا محتاج ايه؟ ابني مدارس كتير عشان اقضي على مشكلة الكثافات فارفع من مستوى جودة التعليم. طب خصصي لي اراضي. ما عنديش انا اراضي، مين عنده اراضي؟ مثلا الشباب والرياضة والأوقاف، وأنا عندي فلوس، الفلوس اللي عندي أنا واخدها من المشاركة المجتمعية ومن رجال الأعمال والمستثمرين وما تبقى من الموازنة اللي معظمها بيطلع جماعي أبوه. بقى عشان تطلعوا المكان تبنوا منه مدرسة اللي هي بطريقة وين وين يعني كسبني وكسبك. الشباب والرياضة اللي عنده الأرض هو عايز مركز شباب، مركز شباب، وأنا عايز مدرسة، فخدنا الأرض وقسمناها اتنين، هنا مؤسسة تعليمية وهنا مركز شباب. ده بقى اتعمل دلوقتي وده تم توقيعه من اكتر من شهرين وبيتبني في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى المدرسه مدرسه ومركز شباب في نفس الوقت، هيبقى بالملاعب اللي فيها مركز شباب، مركز شباب ومدرسه وباب فاصل في النص. الطلبه لما تمارس الانشطه بتخش من الباب الواصل ما بين المدرسه ومركز شباب، يستخدموا الملعب، الجيمنيزيوم، المسرح، القاعات، خلصوا النشاط يرجعوا على المدرسه، يخلصوا العمليه التعليميه تقفل المدرسه، يظل مركز الشباب الرياضي ده في القاهره بس استاذ هاني ولا على مستوى الجمهوريه؟ هيبقى على مستوى الجمهوريه وخاصه في الاماكن النائيه. كم مدرسه الخطه ليها قبل ما ناخد تليفوننا؟ احنا خدنا من الشباب والرياضه 275 مدرسه، بدانا في تنفيذ 45 واحنا بنتكلم بيتبنوا دلوقتي وعارفين ان في تجديدات في بعض المدارس دي هنجيلها على الطريق. افرح بقى الدكتوره سهير بقى. طب خد قبل ما كلنا ما ناخد مصطفى هناخده بعدين كده بالظبط. مصطفى استاذ مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه انا اسمي مصطفى، عندي 16 سنه في اولى ثانوي. اهلا يا مصطفى. انت عندك 16 سنه؟ ايوه انا كلمت حضرتك كذا مره قبل كده في موضوع ما انا خدت بالي من الصوت. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. انا عاوز بس اقول نقطه، هو حضراتكم جايين تتكلموا على حصص النشاط وان مفيش حصص نشاط. احنا بالنسبه لنا انا كطالب انا ما بيفرقش معايا حصه النشاط لان زيها زي اللي فعل المدرس، كل اللي بيهمه ان هو ينزلنا احنا بقى نولع في بعض نعمل اللي احنا عاوزينه، المهم ان هو ما توصلوش اي مشكله. ده بالنسبه للحصص اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، ده غير ان احنا اساسا ما عندناش مدرسين، دي اول حاجه. ثاني حاجه انا في مدرسه اسمها حمزه ابن عبد المطلب ثانوي. استنى استنى يا مصطفى، مصطفى اسمها ايه؟ حمزه ابن عبد المطلب. حمزه ابن عبد المطلب فين دي؟ دي في العجمي في البطاشة جنب موقف النقل العام. في العجمي 16 اسكندريه. ماشي بطاشة. انا عاوز حضرتك حاجه، احنا هو بادئين دول ثلاث اسابيع في الدراسه. احب اقول لحضرتك ان المدرسين كانوا بيعزموا علينا ان احنا نزوغ، ده بعيد عن الحصص الاساسيه وحصص النشاط. لا يعني ايه تزوغوا؟ يعني اللي عايز يمشي يمشي. يعني نسيب المدرسه ونطلع نقعد على الكافيه ولا نطلع نعمل اي حاجه؟ دي اول حاجه. وقت حصص النشاط؟ لا ده مش وقت حصص النشاط، بيسيبونا احنا بنقوم دايحين الديسكات، اي حد معاه كوره بيطلعها وبنقعد نلعب احنا في الفصل، لان احنا اساسا
حصص نشاط مش حصص نشاط المدرس اللي فاضي هو اللي بيخش مش مفيش جدول هم يقولوا لنا جدول جدول ومفيش جدول دي بالنسبه لحاجه اول حاجه المدرسين المدرسين عندنا نظامين من المدرسين يا يعني اللي بيحب يشتم الطالب ويخليه بالنسبه له عبد عشان يشرح له يا اللي بيهمه الدروس والتالت يحب يحتقرك يحسسك انك انت اساسا واحد اقل منه في مستوى التفكير ماشي ده بالنسبه لاول حاجه ثاني حاجه الاستاذ اللي هو المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم استاذ هاني كمان في مدرسه في اداره العجمي عباس حلمي بنين ثانوي عباس حلمي بنات ثانوي التنوير الادريسي دي مدارس كلها معروفه على مستوى الاداره بنسبه الفشل اللي فيها وكل ما بيخش موجه بيخش ما بيسالش حتى الطلاب ايه احوالهم هو كل اللي بيهمه ان هو يدي على الكشف ويبتسم كده للطلبه واحنا نقوم ونقعد وعادي ولا فرق يعني أو. المشكله اللي قلتها في اكتر من مكان هي المدرس مصطفى انا عايز اسالك سؤال المدارس اللي انت ذكرتها بتقول ان نسبه الفشل فيها جامده معنى كده ان ما عندهمش مدرسين كفء حضرتك انا عاوز بس اقول لحضرتك حاجه يعني مرتبطه بالموضوع ده فضل. حضرتك في الاول وانت بتتكلمي لما جبتي موضوع الخطوبه في الموضوع الاول حضرتك قلتي ان احنا ما بنسمعش للكبار مظبوط دلوقتي سياده المحدث انا ما بنتابعش يعني المحدث باسم وزاره التربيه والتعليم قال ان في مدرسين عندهم مجموعه فساد لما المدرسين هم اللي عندهم الفساد احنا المفروض نعمل ايه يعني انا عاوز ابقى فاهم طالب مظلوم طبعا لا احنا كنا كذا احنا في اعدادي بنفكر كان عندنا افكار كتير وكنا بنحتاج نروح معمل العلوم او المكتبه او كده انا في اعدادي لا كان عندي مكتبه ومعمل العلوم كان بايظ لكن لو توفر لك ده يا مصطفى انت تحب تكون عندك نشاط زي كده ولا مش في ثقافتك مش في دماغك خالص لا بص انا عاوز اقول لحضرتك حاجه احنا كنا خمسه في الفصل من الولاد كنا دماغنا دي كنا بنفكر في كل حاجه وفي اي حاجه المهم ان احنا نساعد نفسنا ونساعد البلد حاليا احنا مكبرين بصراحه مكبرين ليه يا مصطفى انت زعلان يا مصطفى انت صوتك باين عليه قد ايه انت غضبان واضح انه مهتم بص حضرتك اي حاجه مصيبه بتحصل بيطلعوا يقولوا الشباب قبل ما تقولوا الشباب راجعوا نفسكم احنا بنشكرك لانك ايجابي والله بس نسمع بجد يعني ها وبعدين انا عاوز اقول حاجه دلوقتي انتوا الكبار حضرتك بتقولي ان الكبار احنا ما بناخدش رايكم انا اللي اعرفه او ابويا كان بيقول لي ان المدرسين ايام زمان كانوا منضبطين وكل حاجه لما المدرسين ايام زمان كانوا منضبطين وكانت الدنيا يعني زي الفل كده الجيل اللي طالع ده ليه طالع يفسد فينا احنا ويرجع يقول ان احنا السبب احنا اللي بنخرب احنا اللي بنعمل مفيش حاجه تيجي على الشباب كويسه احسن حاجه ان احنا اللي نغلط محدش ابدا يقول ايه سبب ان احنا غلطنا نشكرك والله يا مصطفى عارف يا مصطفى انت افهمتني لا ليه لا ليه ومالوش عايز يا بالنسبه لاول حاجه ثاني حاجه بس بعد اذن حضرتك لما حضرتك متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم وتقول نقفش ونمسك امال احنا المفروض نتكلم ازاي نقفش انا مش كده مش مهم يا مصطفى يعني انت جت على دي يا مصطفى طيب ارد عليه بس اتفضل حضرتك رد وكمل لنا احنا مصطفى ليه حق في غضبه يا استاذ هاني لا ليه حق في جزء وملوش بص يا مصطفى يا حبيبي اولا اهلا بيك بس انا كنت احب يا مصطفى لما تكلمنا وانت بتعتبرنا كبار انك تكلمنا بالمستوى اللي يليق بينا يعني انا حبيبي احب برضه استفيد منك لما تقول الاستاذ اللي هو المتحدث الرسمي انا يسعدني ان الشباب لما يتكلم مع الكبار يتكلم بصيغه يا مصطفى تخلينا برضه يعني نسمع لهم مش انتوا عايزين نسمعكم هل ينفع اسمعك وانت بتهجم عليا يا مصطفى هل ينفع اسمعك وانت بتكلمني بما لا يليق هل بتكلم بابا كده يا حبيبي انا طبعا ما انا ده بسبب الكود هو المدرسين مصطفى عشان مش موجود هو مصطفى غضبان ومصطفى شايف ان مدرس لما بيخش له يا استاذ هاني بيشتمهم وبيبهدلهم في حاجة الاولاد دول عندهم مشكله لازم يستفيد مني طالما كلمني زي ما انا بستفيد منك شوف زي ما انا بستفيد منك لازم نلتمس وانا مش زعلان منك بص انا 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 ملتمس لك العذر بس انا عايز اوصل اللي معاك لميتنج بوينت كده نقطة التقاء بيني وبينك انا اجي لك شوية وانت تجي لي شوية لو لقيت عندي حاجة كويسة قرب مني عشان تاخدها زي ما انا دلوقتي لو لقيت عندك مشكلة لازم اقرب منك عشان احلها يا مصطفى انت بتبص في الحيز اللي حواليك وارجو الا تتشائم لانك شايف مدرستك ومجموعة مدارس انت ذكرتها ده المحيط بتاعك احنا عندنا اكتر من 50,000 مدرسة لا يمكن يا مصطفى باي حال ده مش ممكن يكون دي الحياة ان انا لما ابقى شايف حاجه وحشه يبقى الدنيا كلها وحشه بس واحد ايجابي زيه ممكن طبعاً بيبلغ عن اكتر من مدرسه ده شيء طبعاً ايجابي جدا بس يا مصطفى بص يا حبيبي برضو عشان انت طب وايه ذنب الشباب دول يا استاذ لا انا هريح مصطفى لان هو اللي ما خدش باله من كلامي انا كان سهل عليا يا مصطفى ان انا ابتسم وابقى عامل زي الورده البلاستيك كده واقول لك الدنيا ورديه وجميله انت ما كنتش لا هتحترمني ولا هتحبني
هل انت بتحاسبني عشان انا قلت احنا عندنا بعض المشاكل في المدرسين وعندنا تراكمات من الماضي ومنهم معدوم الضمير؟ نعم يا مصطفى صحيح. مصر تتسع لكل النفوس، في وزارة الصحة مش كلهم زي الفل، في وزارة التموين مش كلهم زي الفل، في وزارة النقل مش كلهم زي الفل، انت في وسط شبابك مش كلكم زي الفل، في الصالح وفي الطالح، احنا بنحاول نصلح من المنظومة. ارجو الا ينسحب كلامك من يعني من سوء الظن على الكل. سوء الظن يشمل القليل، وللأسف القليل احيانا ما بيفسد عمل الكثير. لكن احنا بنقول لك يا مصطفى الجزء اللي انا بقى بلومك فيه، انا سمعتك وتاكد أيوة ان كلامك موضح. لا هرد عليه يعني قبل ما تلومه، معلش مش بلومه، بقول كلامك موضح. بلومه في ايه بقى؟ في اللي انت قلتيه. انا عندي لا مش في الطريقه والاسلوب بس، في حاجه تانية. لما انا كمدرس يا مصطفى كهاني كمال اقول لك زوغ واطلع اقعد على القهوه، انت لازم تدافع عن حقك انت وتشباب الشباب. يعمل ايه يا استاذ هاني؟ يقول انا جاي المدرسه عشان اتعلم، انا لازم احصل على حقي في التعليم. احنا كلنا رحنا مدارس وعارفين المدرسين بيتعاملوا ازاي. خلونا واقعيين. يعني انا لو قلت له زوغ يزوغ لما المدرس ولا يحافظ على حقه؟ لما المدرس هيلاقي 90 طالب عايز يزوغ. لا يقعد عشان نعرف نحاسب المدرس اللي قال له كده. طب حضرتك كلمت عن المدارس الجديده وده في المنظومه بقى، والمراكز الشباب ايه تاني بقى يعني من ضمنها المدرسين؟ ده جزء. ما انت برضه يا مصطفى لو سمعت معانا هتطمئن شويه، يعني بالزبط. التفاؤل سوف يتسرب اليك واحنا بنصلح من نفسنا يا حبيبي ان شاء الله. كل بيت المدارس دي، المدارس اللي احنا قلنا اساميها انا بطلب من وزاره التربيه والتعليم التدخل السريع طبعاً. علشان نقدر نحل الطلاب دول. الولاد زي مصطفى اللي عنده 16 سنه دول عندهم غضب رهيب من البلد، لان هم اول احتكاك ليهم بمدرسينهم بيتعاملوا معاهم على انهم نكره. لما مدرس يخش الولد يقول له انزل ما عنديش حاجه اعملها لك في حصه اتسرب او بتاع، هيبقى هنا انا سمحت وفتحت الباب للطلب ب 16 سنه ده يا هاني ان هو يشرب سيجاره. يشرب سيجاره يعني حشش، حشش يعني بقى مريض، مريض يعني رجع تاني وهيدوم اهو. هل احنا موافقين على ده؟ طبعا لا. انا بتكلم في الخطوره اللي بيسمعنا يظن ان مصر كلها كده، مصر كلها بتزوغ، ومصر كلها المدرسين وحشين، ومصر الحكومة فيها كده يا استاذ هادي. ده اللي انا خايف منه. انا برجعك للايجابيات تاني بقى. مدارس الحكومه تطوير. عندها خلل رهيب طبعاً. جدا مش جدا. كل انا مش بهاجمك على فكره، لا والله، لكن كل لا مش كل مش كل القطاع بس كتير. مدارس يعني الحكومه إحنا عندها الكثير والكثير زي امثال مصطفى، بس اللي ما بيقدروش يوصلوا لنا على الهوا. انا بعتقد ان مصطفى هو الصوت بتاع الكثير الملايين من الطلبه اللي بيتعاملوا المعامله دي في مدارس حكوميه كتيره، علشان نبقى احنا حقانيين ونقول بما يرضي الله. انا اسال حضرتك سؤال تم. ومصطفى هيتفق معانا وحضرتك والكل، هل مصطفى نام وصحي لقى الدنيا بايظه، ولا اللي هو فيه نتيجه ما ذكرته انا في بدايه الحلقه؟ ده 16 سنه ماشي. اقصد اقول مصطفى ما نامش وصحي لقى الدنيا بعد ما كانت جنه بقت بايظه. لا هو انا اسف يعني الـ هو ما شافش حاجه عدل من اول ما اتولد. الفساد يعني الفساد تخلل الى المؤسسات التعليميه وغيري من المؤسسات. انا قلتي على مدار 15 سنه فاتت يعني تقريبا كان هو عنده سنه. اذا انا كنت صريح، انا ما كدبتش. لا سب حضرتك، انت جاي تقول لنا التطوير حصل. لا ده جاي يطمن مصطفى ان انا صريح معاه، ان انا مش بكذب، ان انا مش بجمل. انا بقول ايه يا مصطفى؟ عندنا مشاكل وبنصلح زي الايجابيات اللي انا بذكرها دي. وتعالى نبص شويه درش كده للنص المليان من الكوبايه. انا شايفه ان الموضوع ده مهم جدا، موضوع التعليم مهم جدا، وكل مره احنا بنفتح موضوع المدارس بنجيب استاذ هاني عندنا معانا هنا. يا حرام انا ما بزعلش. لا والله انا عايز اصلح. على وعد ان شاء الله ان احنا هنكمل هذا الحوار، بس للاسف وقتنا خلص. لكن اللي انا بطلبه منك يا استاذ هاني، معلش، الكام مدرسه اللي اتقالوا اساميهم في اسكندريه ده بعتبره بلاغ على الهوا. على الهوا كان في جزء مهم قوي ممكن اقوله في نص دقيقه. خمس دقائق نشاط. الدكتوره سهير قالت على موضوع الموسيقى، احنا وزاره التربيه والتعليم استعانت باستاذه دكتوره من كليه التربيه الموسيقيه اسمها منسق مشروع دمج الموسيقى بالمناهج التعليميه للمراحل الاولى اللي هي الكيجيهات واولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته ابتدائي، علشان خاطر كل المناهج اللي عندنا تدمج فيها الموسيقى لاهميتها، وكذلك الانشطه. احنا عملنا مصلحه المناهج، عملنا دمج الموسيقى، عملنا دوري المدارس بنرجعه تاني لحضرتك قلت عليه، وهنعمل استوديو تحليلي والقناه التعليميه. احنا فاتحين كذا قناه، كذا قناه للتطوير. قبل كل ده انا بقى بطلب من حضرتك طلب شخصي. اتفضل. كولية امر. اتفضل. تاهيل للمدرس المصري مره تانية. يسلم فمك. تمام. تاهيل المدرس المصري. هيزعلوا مني
المدرس النصري لا ما نزعلش تأهيل هو ده هي إيه المدرس يحتاج الى برامج تاهيليه تمهين تمهين وبرامج تنميه بشريه وتعليمي وكل حاجه بداتوا بالفعل ده ولا خدنا 75000 واحنا دلوقتي اعلنا عن 30000 يعني 105000 الشروط هذه المره تختلف عن المرات السابقه شديده الصرامه بما يجعلنا امام ضمانه ان يبقى عندي مدرس انا وانت نطمن على اولادنا بشكر حضراتكم جدا انا اسفه يا شباب اسعدتونا على وعد ان احنا مكملين هذا الحوار ده ما اتقفلش احنا لسه بادين وبشكرك يا هاني بشكرك دكتور ميرسي جدا بعد الفاصل هنلتقي مع العالم المصري دكتور مصطفى يوسف واحدث اختراعاته بعد الفاصل وبين ان احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن التعليم وحصص النشاط وقد ايه لو اهتمينا بحصص النشاط نطلع جيل جامد جدا من المصريين المتميزين تكمله بقى ان احنا عندنا مصري متميز جدا عالم مصري متميز جدا اكيد تعليمه المصري كان مختلف وده انا حابه ان انا اساله فيه لكن هذا العالم المصري قدر ان هو يعمل اختراع يلغي بيه او الجهاز ده لو الجي بي اس مش متوصل لساتلايت ممكن يبقى جهاز تتبع من غير ما نحتاج بيه لا ساتلايت ولا انترنت ولا هنفهم اكتر طبعا انا يعني بقول لكم الصوره او اللي انا فهمته معانا النهارده الدكتور مصطفى يوسف استاذ مساعد بالجامعه المصريه اليابانيه اهلا وسهلا اهلا بيك دكتور مصطفى انا يهمني يعني قبل انا التعليم عايزه اعرف ليه هو اختار حاجه في التعليم عايزه تعرف الموضوع انا عايزه اعرف الموضوع حضرتك كنت في مدرسه ايه حكومة ولا خاصة؟ بالضبط يعني من ساعة ما دخلت التعليم وأنا في مدارس حكومة. حكومة كان زمان عندكم حصص نشاط وكان. آه طبعا. كنت بتحب إيه تحب في حصص النشاط؟ كان في الرياضة وكان في المكتبة يعني من صغري وأنا بحب القراية والاطلاع يعني. وكان في مدرسين يا دكتور كانوا بيساعدوك في حاجات كتيرة كانوا بيوجهوك. آه طبعا. من المدرسين دول. ولسه فاكرهم لغايه دلوقتي وفاكر مين من المدرسين اللي قدر ان هو يوجه حضرتك لان انت عندك النوعيه دي من الاهتمامات الاكتشافات العلميه والهندسه في حد من واعتقد حتى من ابتدائي كان في مدرسين كتير شايفين ممكن اقولها الموهبه وكانوا بيشجعوا دايما فلولا التشجيع ده ما كانش الواحد قدر يكمل ويعرف ان في حاجه مميزه طيب. سؤالي بقى لحضرتك أكد المعلومة اللي احنا نتكلم فيها حضرتك ليه اخترت حاجة فيها تتبع وكده وطبعا يعني تقول لنا السبب وتقول لنا المشروع احنا مش فاهمين نوصله للناس ازاي يعني عبارة تمام. هي ابتدت من ايام ما كنت بجهز رسالة الدكتوراه بتاعتي اخترت كانت لسه الشبكات اللاسلكية زي الواي فاي اللي احنا بنستخدمها دلوقتي كانت لسه طلع فابتدى الناس تفكر ان عايزين نعمل سيرفيسز او خدمات فوق الشبكه اللاسلكيه ما تبقاش بس الاتصال بالانترنت عايز استخدمها في حاجات تانية سنه كام بقى كان 2003 الدكتوراه بتاعتي 2003 ابتديت فيها سنه 2000 تمام فكان احد الحاجات طبعا الناس زي اجيب مكان شخص لو هو داخل مبنى باستخدام شبكه الواي فاي باستخدام سوفت وير من غير ما احط اي اجهزه زياده جاست باستخدام اجهزه الواي فاي بس ودي كانت رساله الدكتوراه بتاعتي والحمد لله أخذت جائزة أحسن اختراع من جامعة ميرلاند جامعة ميرلاند من أكبر 10 جامعات في أمريكا في المجال بتاعي في السنة بتاعتها سنة ما حصلت على الدكتوراه حضرتك عندك فريق عمل بيساعد حضرتك؟ آه طبعا يعني إحنا عندنا مشاريع مختلفة كل مشروع في حوالي on average 5 أشخاص باحثين ويمكن كولابوريتورز من كل أنحاء العالم بنشتغل مع هنا بعض هنا بقى أخذت جائزة عالمية عن كان في 250 بحث تقريبا من العالم كله آه بالظبط خدت الجائزة عن إيه؟ الحمد لله البحث اللي إحنا خدنا عليه الجائزة كان عن تكنولوجيا بديلة للجي بي إس احنا عارفين الجي بي اس بنستخدمه في التليفونات بتاعتنا مثلا وفي النافيجيشن سيستمز اللي في العربيه عشان اعرف مكاني ويقول لي اتجاهات امشي ازاي فاللي احنا اقترحناه ان انا تكنولوجيا بديله للجي بي اس بتوفر البطاريه لو حضرتك جربتي مثلا شغلتي التليفون بتاعك وسبتي الجي بي اس شغال ممكن خلال ساعه ساعتين البطاريه تخلص لكن انا لو شغلت تليفوني وشغلت الواي فاي اقدر من خلال الواي فاي اعمل تتبع لاي شخص من خلال الواي فاي ومن خلال في اجهزه استشعار ثانيه موجوده في التليفون يمكن حضرتك ما بتحسيش بيها بس بتستخدميها زي مثلا حضرتك لما بتلفي التليفون بتلاقي ان الشاشه لفت معاكي ففي جهاز استشعار جوه التليفون بيعمل الكلام ده في مثلا البوصله ان حضرتك مثلا بتحددي بيها اتجاه الصاله او كده فكل دي اجهزه استشعار ثانيه موجوده في التليفون احنا بنستخدم اجهزه الاستشعار دي في استخدامات جديده
منها ان انا احدد المكان. بس لسه لسه الموضوع التتبع بالواي فاي مش موجود ابلكيشن على اي حته. موجود فعلا واكتشلي جوجل مثلا، شركه جوجل وشركه ابل ومايكروسوفت عندهم التتبع بالواي فاي. طب هنا بتحدد مكان ايه؟ طب مكانك إيه ولا مكان حد تاني؟ بحدد مكان التليفون نفسه. طب لان انا بتابع بين الشركة. الاختراع وبين اللي موجود على في جوجل وابل والكلام ده بالظبط. الاكيورسي بتاعتهم بنسميها فيري كورس جرين او مش دقيقه قوي. يعني احنا بنتكلم على حضرتك ممكن تلاحظيها لو شغلتي جوجل مابس مثلا ان الدايره بتبقى كبيره. يعني بنتكلم في اوردر اوف ميترز اللي احنا بنتكلم معاه اقل من كده بكتير. يعني بنتكلم اضفت ايه؟ اضفت ان انا بستخدم الاجهزه الاستشعار الثانيه، فعن طريق اجهزه الاستشعار الثانيه بحاول احس اليوزر بيعمل ايه. يعني عملت برضه عشان افهم لكل اصدقائنا اللي معاهم موبايلات زي حالاتنا كده. يعني انا ممكن من خلال الواي فاي اعمل لينك ازاي مع الاستشعار الاخرى، مع الابلكيشن الاستشعار الاخرى عشان اعرف اجيب المكان. مكان صح انا بتكلم كده علمي يا فندم؟ لا انا ممكن اكون اغلط فحضرتك صلح لي. هل ازاي اعمل اللينك ده ما بين الواي فاي وكل الاجهزه اللي جوه الموبايل الاستشعار علشان اقدر احدد مكان الموبايل او مكان الشخص؟ تمام، احاول ادي امثله بحيث توضح الفكره شغاله ازاي. مثلا الاجهزه الاستشعار اللي هو بيخلي بيحس ان التليفون لف مثلا، ده دي عباره عن بيقيس الاكسلريشن او العجله. ببساطة اللي ممكن أحس بيه مثلا لو العربية بتعدي فوق مطب، بحس إن العجلة زادت قوي نتيجة خبطة المطب دي. فأنا عن طريق إن أنا بأنالايز أو بدرس التغييرات في الإشارات المختلفة اللي على التليفون زي الواي فاي وزي العجلة وزي الكومباس أو البوصلة، أقدر أعرف إن أنا عديت على مطب دلوقتي. فلو أنا عارف أماكن المطبات على الخريطة أقدر أقول إن أنا مكاني عند المطب ده. اقدر من العجله زي ما خدنا مثلا في الفيزياء في ثالثه ثانوي واحنا بنتكلم اعمل لها تكامل اجيب منها المسافه مثلا، فاما اجيب المسافه دي تديني البعد اللي انا بعدته عن نقطه معينه وهكذا. كل الابلكيشن انا اقدر اشغلها في بتاعي انا مثلا لو انا هشغل الواي فاي. تمام، حضرتك هتشغلي الواي فاي وهتنزلي برنامج من الستور زي كل البرامج اللي حضرتك منزلاها. اسمها ايه بقى؟ تقدري احنا مسمينها ديجافو. ديجافو جايه من زي ما حضرتك شفت ده قبل كده. فهي الفكره ان انا شفت المطب ده قبل كده او شفت الحوادايه دي قبل كده. فانا انا من خلال ان انا لو دخلت على السيتنج ورحت عامل على الواي فاي وبعدين طلبت الابلكيشن بتاعي انا اعملها زي الابلكيشن. هو حاليا ان احنا عندنا ريسيرش بروتوتايب ان احنا طلعناه كفكره اثبتنا بس ان الفكره شغاله. في الخطوه اللي بعد كده بقى لسه ما خدهاش بقى الموبايلات التانيه بالظبط. يعني إن لسه ده معنى كده يا فندم ان انت خلال سنه او حاجه ممكن يجي مثلا ابل او يجي اي شركه كبيره من شركات المحمول اللي عندها تكنولوجيا تقول لك والله انا عايزه اخد ده كابلكيشن. طبعا واكشلي جوجل مثلا في الهيد كوارترز بتاعتهم في ماونتن فيو اوريدي كونتاكتد اس وبيفند اس عشان نعمل الابحاث دي. طيب انا بقى عايزه اعرف ان شاء الله لما نستخدمها نستفيد بيها ازاي على ارض الواقع وخصوصا في الاستخدامات الامنيه فعلا. طبعا زي ما قلت هي ريبليسمنت للجي بي اس. طب ميزتها ايه عن الجي بي اس؟ الجي بي اس اولا بيكلف فلوس ان انا احط تشيب زياده للجي بي اس على التليفون. انا ممكن اخلي ثمن التليفون اقل. والساتلايت والساتلايت مش محتاج للساتلايت. يعني مثلا لو انا دخلت في نفق او حته فيها مباني عاليه او في جبل الاشاره ما بتبقاش واصله، فانا التكنيك بتاعي مش معتمد على الجي بي اس، فممكن يشتغل في اماكن الجي بي اس مش شغال فيها. والحاجه المهمه برضو استهلاك البطاريه زي ما قلت. لو انا شغلت الجي بي اس التليفون هيخلص في ساعتين. ده ابلكيشن مهم جدا للجهات الامنيه. هل تم مثلا التعامل معك او تم مقابله ما بين حضرتك وما بين الجهات الامنيه في مصر ان والله الابلكيشن دي تقدر نستفيد منها؟ هو لغايه دلوقتي ما حصلش. احنا بنحاول دايما ان احنا بنعرض الابحاث اللي عندنا والانترستد بيحاول يكونتاكت اس او يكلمنا. في شويه شركات في مصر وفي الريجن ابتدت تكلمنا انترستد في الشغل بتاعنا واللي احنا عملناه في الديفرنت لوكاليزيشن تكنولوجي. مين ليه حق استعمال الابلكيشن ده اللي انتوا بتعملوه، مصر ام الجامعه اليابانيه المصريه؟ يعني مين ليه حق كنترول على الابلكيشن، انتوا هو طبعا ولا اللي بيعملوا فاندنج؟ اللي بيعمل فاندنج هو زي ما قلت هو جوجل بتفند الكلام ده. بس جوجل عندها ميزه ان بتدينا الفلوس على انها منحه، مش ملوش اي حقوق في ملكيه فكريه عليها. بالظبط. انت يعني ليك حق، انا ليا حقوق ملكيه. هذا الاختراع مش من حق جوجل ان هو ياخده او ينفذه، لكن انتوا من حق هو دلوقتي هو حقنا جوجل. واحنا عملنا براءه اختراع قدمنا عليها اوريدي باسماء مصريين ان هم المخترعين وملكيه مصريه. ويجي بقى من حقكم انكم تبعوه لجوجل، تبعوه لاي حد تاني زي ما انتوا احرار، ما تبعوهوش خالص وتاخدوا جهات 30 سؤال في بعض. شايف انا مبسوط ان الموضوع اكسايتنج. لا فكره ممكن انا ما ادوش لجوجل واتعامل معاه مع الجهات الامنيه المصريه تقول لك انا هاخده وخلاص. بالظبط. واللي بنحاول نعمله حتى دلوقتي يعني سواء يعني استخدامات في الحكومه او شركات مصريه او عربيه تاخد الفكره دي بحيث يبقى عندنا ثقافه ان احنا مش بنستهلك، ان احنا بننتج حاجات
والعالم كله بيستخدمها. احنا كنا بنتنشا على حاجه زي كده منى والله العظيم ابلكيشن ربنا يعني يبارك ويبقى عندنا كتير من الدكتور مصطفى يوسف. يعني النهارده اي شاب النهارده بيشوف حضرتك يعني اشتغلت على الحاجه زي دي قد ايه؟ كام سنه اشتغلت على المشروع ده والاختراع؟ يعني في اللوكاليزيشن ان جنرال زي بقول انا بقالي يمكن حوالي 15 سنه في شغال في التراكنج تكنولوجيز عامه مش في المشروع ده بالذات. الحمد لله اسمنا على مستوى العالم الجروب بتاعتنا من التوب في مجال التراكنج. المشروع ده بالذات الحمد لله بقى لنا 3-4 سنين عندنا اكشلي شباب اللي انا بقوله دايما يعني احنا الجروب بتاعتنا البروجكت ده في حوالي 5-6 من الشباب هم اللي ليدنج وهم اللي بقوله دايما الطلبه هم اللي بيعملوا معظم الشغل. انا باخد الكريديت على ان انا الادفايزر بتاعهم وانا اللي جايب الفكره. البحث اللي احنا فوزنا فيه باحسن جايزه دي معايا طالبه اللي هي هبه علي انا وهي على البحث غير التيم الكبير عندنا ابحاث برده الحمد لله في احسن حاجه. خلينا نسال بقى البنات اكتر ولا الولاد مع حضرتك يعني عايزين نشوف انترستنج اكشلي حاليا البنات اكتر مين من الولاد فعلا. مين بيفكر اكتر يعني مين بيجيب الفكره الكرييشن بتاع الفكره بتبقى بنت ولا ولد؟ هو اعتقد ايكوال ميزه البنات عن الولاد ان البنت بتبقى مور ديديكيتد يعني الولد مشغول بحاجات تانية البنت بتبقى مركزه بس الحمد لله التيم بتاعنا كله احسن الناس يعني المعادين واحسن ناس في الدفعه. ايه اللي ناقصنا يا دكتور ان احنا نبقى عندنا مجاميع اخرى من المفكرين والعلماء اللي يقدروا يعملوا حاجات زي كده ابلكيشن على الكمبيوتر اختراع على في عربية حاجة تخص التكنولوجيا عموما ليه احنا مش ما بنصدرش الافكار الجديدة؟ يعني في نقط كتيرة سؤال ممتاز اللي انا بقوله دايما للشباب اللي شغالين معايا ان انتوا ما بتقولوش اي حد عن احسن جامعات في العالم. طبعا لان بيجي لهم فرصه بمعاملقه اكزاكتلي فاللي بيحصل حضرتك سؤالك اللي احنا محتاجينه ايه؟ محتاجين انفايرمنت او بيئه مشجعه وداعمه ومثال قدوه ان هو يدله على الطريق ازاي يوصل للكلام ده وان هو ينافس. مش اللي بقوله دايما ما تنشرش في اي حته للطلبه اللي شغالين معايا، انشر في احسن حته في المجال بتاعك نافس مع اكبر جامعات العالم. والحمد لله الجائزه اللي خدناها دي ده اكبر مؤتمر في العالم 250 بحث من اكبر جامعات واحسن مراكز ابحاث في العالم كلها. حاجه زي الجامعه اليابانيه الحمد لله هي جامعه بين حكومه مصر وحكومه اليابان. الفيجن بتاعتها ان هي عايز تبقى ريسيرش اورينتد زي اي جامعه كبيره على مستوى العالم. الحمد لله سواء البورد اوف تراستيز او اداره الجامعه حاسين بالفيجن دي وبيدونا فول سبورت. اللي بقوله للطلبه محتاج تبقى هارد وركر كمان يعني الشطاره لوحدها مش كفايه يشتغل على نفسه كتير بالظبط يعني شاطر لوحدك اللي هي الفهلوه لكن انت تبقى شاطر محتاج هارد ورك يمكن الهارد ورك يمكن اكتر من 80%. لكن هو دايما محتاج حد جامعه بره تقدره زي ما حضرتك عملت يعني ليه ما بنطلعش من هنا بالظبط هنا مراكز البحث العلمي هي اعتقد زي ما بقول لك البيئه الديديكيشن الديديكيشن ان هو يبقى متفرغ ما فيش حاجه بتشتته ان هو مثلا محتاج يدور على شغل تاني عشان ياخد فلوس محتاج يبقى الريسيرش هو ده اللي بيدخل له مرتبه عشان يبقى متفرغ. والحمد لله حاجه زي ما بقول الجامعه الجديده بتوفر ده للشباب اكتر مننا والقدوه ان هو يعرف ازاي يعمل وازاي يوصل لمستوى الناس. طيب بالنسبه للاختراع سريعا كده اخر سؤال اللي هو بحمايه البيوت خصوصا حضرتك كنت اتكلمت عنه قبل كده وصل لفين يعني؟ احنا عندنا ده اختراع تاني ملوش علاقه باللي احنا خدنا فيه الجايز بالظبط الحمد لله وعندنا برضو بروتوتايبس منه. اللي احنا بنعمله ان الاجهزه زي ما كنا حضرتك بتسالي ان انا بتراك التشيب اللي جوه الجهاز. كان عندنا فكره احنا اللي ابتديناها على مستوى العالم الحمد لله وفي thousands of citations الناس بتريفير لينا دلوقتي ان انا عايز اتراك الشخص. تاخد فلوس على الكلام ده؟ بناخد ابحاث يعني فند للابحاث دي حاجه وفي فاندنج ان في ناس بتيجي تلايسنز حاجه بتقول ان انا ببيع الفكره بتاعتي ان حد بيستخدمها. بالظبط دي افكار حد بيستخدمها بالفعل بتطبق فينا يعني في حاجات اوريدي الحمد لله اتباعت وفي حاجات لسه الناس بتتكلم فيها وفي شركات فيها ستارت ابس يعني اللي هي شركات بتبتدي تاخد الفكره وتحاول تعمل منها. فالفكره ان انا بحاول اتراك الشخص من غير ما يبقى معاه اي جهاز. هو حضرتك تعليم يعني ثانويه عامه سنه كام؟ انا سنه 97 من مدرسه العباسيه اعتقد العباسيه كانت مشهوره في اسكندريه. 97 يعني في امل يعني تعليم مش بايظ اتمنى رجوع المدارس تاني يعني انا لو انا جيت قيمت كده 97 ثانويه عامه يعني لغايه اخر التسعينات كنا كويسين طبعا كنت بقوله يعني كانت العباسيه كل سنه بتطلع اوائل الجمهوريه.
اعتقد يمكن في اخر 10 سنين او حاجه ابتدت يمكن حاجات خاصه مثلا. دكتور مصطفى يوسف، دكتور مصطفى يوسف بالتوفيق لحضرتك ونورتنا. شكرا. وبعد الفاصل هنلتقي مع ستات بيعرفوا يطبخوا، ومنورنا النهارده الشيف ايمن العطار. وايمن عامل لنا بط بالنعناع وعامل لنا كمان كشك بالفراخ، والاثنين اجدد من بعض. هنلتقي بيه بعد الفاصل. شايف الاختراعات يا دكتور؟